هي بعض مشاهد الاعتداءات التي طالت بعض المساجد والآئمة في الجزائر مؤخرا، حيث طال السخط والاستياء قطاع الشؤون الدينية في أعقاب تكرار عشرات الاعتداءات استهدفت الآئمة خلال العام الجاري، كان آخرها مقتل مؤذن بولاية تيزي وز وتهديد آخر بالموت بوهران غرب البلاد، وضع دفع نقابة الآئمة إلى التنديد بالوضع ورفع مطالب إلى السلطات تدعوها إلى توفير الحماية وتشديد العقوبة على منفذي الاعتداءات، مرجحة أن تكون أياد تسعى للتحريض والفتنة لضرب ما سمتها المرجعية الوطنية لسيما من قبل بعض المتشددين. ندفع فاتورة أننا وقفنا سدا منيع لكل متخلف أو متعجرف أو متطرف للمساس بأمن ومساجد البلد. نحن نعمل على إزالة هذا الوضع كلية من خلال استحداث قانون يجرم المساس بالإمام ومن معه، ومن هنا نخرج إن شاء الله خروجا سليما معافى. الحوادث المتكررة على الآئمة أثارت حالة استغراب لدى الجزائريين، لا سيما لدى المصلين رافدين المساس بأمن الآئمة وإقحام المساجد في دائرة الخلافات العقائدية والمذهبية. الدين هو التسامح، دين الأخوة، حتى ما تؤذيش يعني حتى جارك حتى في الطريق، وما بالك بإمام؟ هذه الفتنة نائمة، ولعن الله من أيقظ هذه. أنا لما ينتقل من المجتمع إلى المسجد مباشرة يولي شيء خطر باعتبار بالدرجة الأولى للأمور الدينية، وللحق الأمور الدينية يعني ما بقاش الظاهرة في سن ساعة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية المساجد والأئمة من الاعتداءات، في حين لا يستبعد متابعون أن يكون لبعض المتشددين من التيار السلفي دور في تغذية مشاعر العداء للآئمة، لا سيما وأنهم يشكلون في نظرهم حصنا منيعا ضد الخطابات المتطرفة. الإمام وجد نفسه وحيدا في الساحة مرفقا فقط بمقاربة أمنية تحاول دائما أن تخفف الأعباء، لكن في ظل غياب مؤسسة وصية يمكن لها أن توفر الحماية زاد من تعقيد ومن عقدة وضعية الإمام في المؤسسة الجزائرية. بالتالي أعتقد نحن الآن في مرحلة أو في وضعية الاختراق، في وضعية كذلك محاولة استفحال الفكر المتطرف للتغلغل داخل المجتمع الجزائري. يذكر أن في الجزائر أكثر من 20,000 مسجد وقتل خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في التسعينيات العشرات من الأئمة. تجريم التعدي على الأئمة وتشديد العقوبات على المعتدين وتوفير مزيد من الحماية للعاملين في قطاع الأوقاف في الجزائر كفيلة في رأي متابعين بالتصدي لتنامي العنف الموجه ضد الأئمة والمساجد من قبل المتشددين. محمد جراد، الحرة، الجزائر.